مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي 7 دي سبورت. وأكيد معنا أحداث على مدار الأسبوع سواء جوه النادي الأهلي أو من خلال الرياضة العربية والعالمية، ويلا بينا نبدأ حلقتنا على طول بالعناوين. الأهلي يستعد لمواجهة سان جورج الأثيوبي بعد انطلاقة قوية في الدوري. الأهلي يحقق انتصارا أفريقيا الأول في كأس العالم للأندية للسلة. منتخب مصر يتراجع في التصنيف الفيفا. بيريرا يعتمد التقييم الأسبوعي لحكام الدوري الممتاز. منتخب مصر للكرة النسائية يهزم جنوب السودان 4-0. وأكيد خلال حلقتنا معانا بقى تفاصيل كل الأخبار دي وأخبار تانية كمان، ويلا بينا نبدأ حلقتنا من عند الأهلي اللي بيحقق أفضل انطلاقة في الدوري للموسم الجديد بالفوز الكبير جدا على المصري البورسعيدي 4-0 وسط تألق لجميع اللاعبين، وهي أفضل نتيجة ممكن الواحد يبدأ بها الموسم صراحة يعني. رضا سليم النجم المغربي بيسجل أول أهدافه بشكل رائع مع النادي الأهلي، وإمام عاشور كمان اللي يعني بيعمل ماتش ولا أحسن ولا أروع وبيصنع هدفين وعامل أداء عالي جدا من أول ماتش ليه الحقيقة، يعني الهدفين كانوا أحلى من بعض اللي صنعهم. وبيرستاو اللي بيسجل هدفين، وكمان كريم فؤاد اللي راجع من إصابة طويلة وبيشارك وبيسجل أول أهدافه بعد رجوعه من الرباط الصليبي في أول مباراة في الدوري الممتاز. حقيقة يعني سواء بيرستاو اللي هو كان من نجوم المباراة وواحد من الناس اللي بقى ليها شكل مختلف تماما مع مارسيل كولر من الموسم اللي فات وخد جائزة رجل المباراة كمان، واحد الحقيقة يعني أكتر شيء أضاف مارسيل كولر فيه هو بيرستاو وحسين الشحات، الطقم اللي قدام ده اللي كان ليه أداء مختلف خالص من غير مارسيل كولر بقى ليه شكل تاني خالص. الصفقات الجديدة أنا شايف كلهم جاهزين ما شاء الله من أول مباراة ليهم، وهم تحس إن هم بيلعبوا بروح الفانيلا الحمراء كلهم بصراحة يعني. سواء رضا سليم اللي هو جاي فعلا جاهز ان هو يبقى واحد من افراد عائله الاهلي ومن فريق النادي الاهلي، يعني بيلعب بنفس الاداء القتالي بتاع الاهلي، هو راجل فايتر من الاول وجاي عارف هو جاي يعمل ايه. امام عاشور اللي برده من اول لقاء ليه وهو عارف كويس قوي ان هو جاي هنا مش بيهزر، هو جاي جعان بطولات وجعان لعب بشكل قوي، هو راجل برده فايتر ولاعيب دولي ولاعيب مش محتاج ان احنا نتكلم عليه كتير يعني. وحتى مش عايز انسى مورست اللي اتمرن 4 تمرينات ولعب ماتش 4 تمرينات بالظبط، يعني هو راح السعودية اتمرن جه هنا 3 تمرينات ولعب ماتش، وراجل لسه ما عرفش اسماء الفرقة ايه، فما نقدرش نقيم تجربة مودست كده يعني. هو راجل جاي مش محتاج تقييم، ده جاي من الدوري الالماني، جاي من بروسيا دورتموند، وجاي من حاجات احنا نفسنا بنتفرج لها بانبهار يعني. فبالتالي كل العناصر دي، ومش عايز انسى بقية الفرقة كلها يعني، حتى اللي نزلوا الشوط الثاني اللي منهم كريم فؤاد احرز هدف، كلهم بصراحة على اعلى مستوى. لقاء كان مستوى الفني وإدارة اللقاء فيه كانت رائعة جدا جدا جدا. تعالوا نروح نشوف تقرير عن فوز الأهلي على المصري ونرجع نكمل حلقتنا.